في إطار الاحتفال باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك المعظم مقاليد الحكم، افتتح سعادة الشيخ الدكتور راشد بن محمد الهاجري رئيس مجلس الأوقاف السنية مسجد سعد بن جابر الرميحي في منطقة جو. وخلال كلمته في حفل افتتاح المسجد أعرب سعادته عن اعتزازه وفخره بما يتحقق من المنجزات في عهد جلالة ملك البلاد المعظم في مجال تطوير وتنمية وإعمار دور العبادة في كافة محافظات المملكة، مؤكدا أهمية تعزيز دور العبادة كجزء أساسي من الرؤية الاستراتيجية للحكومة المقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والتي تعد جزءا أساسيا من جهود مملكة البحرين لتعزيز القيم وتقوية الروابط في المجتمع، منوها على أن التوسع في المشاريع الإسكانية يعكس التزام الوطن بتوفير البيئة الملائمة لأداء الواجبات الدينية وتعزيز التواصل الاجتماعي بين أفراد المجتمع. وثمن رئيس مجلس الأوقاف السنية الدعم السخي المقدم من المتبرع في تشييد المسجد، معبرا عن امتنانه لقيم الشراكة المجتمعية التي تعكسها هذه المبادرة. تشرفنا اليوم بحضور افتتاح مسجد سعد بن جبر بن محمد الرميحي بمنطقة جو بالمحافظة الجنوبية، وباسمي وباسم زملائي أعضاء مجلس إدارة الأوقاف السنية وجميع منتسبي إدارة الأوقاف السنية نتوجه بالشكر والتقدير والثناء لقيادتنا الرشيدة ممثلة في حضرة سيدي صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، وللحكومة الرشيدة ممثلة في سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لما يقدم من دعم كبير لمشاريع المساجد في تطويرها وبنائها وصيانتها وإعادة تأهيلها، متزامنا ذلك مع ما تشهده مملكة البحرين من توسع عمراني في كافة مناطق ومحافظات المملكة. والشكر والتقدير والثناء والدعاء موصول للمحسنين الكرام أصحاب الأيادي البيضاء لهذه المساهمة والمشاركة المجتمعية التي يشاركون فيها من خلال بناء المساجد وعمارتها وصيانتها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يثقل بهذا العمل موازين حسناتهم أجمعين. نشكر جلالة الملك وولي عهده الأمين على إقامة المساجد ودعمهم للمساجد في مملكتنا الحبيبة، وتقدم بالشكر إلى سعادة الأخ الدكتور راشد بن محمد فطيس الهاجري على حضوره اليوم في فتح مسجد والدنا رحمه الله، وله جزيل الشكر والعرفان. وتقدم بالشكر لكل من ساهم في بناء المسجد ومساعدته ووقوفه، وأشكر إخواني الحضور على ما قدموا من دعم ومساندة لبناء مسجد والدنا رحمه الله.